حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد التقى عددا من هؤلاء الفنانين لبحث ما وصفوه بالأزمة. إذن ماجد عبد الهادي يسلط لنا الضوء على خلافات الفنانين السوريين في هذا التقرير الذي يقارن بين الواقع والدراما ويستوحي مسلسل باب الحارة نموذجا. شعراء الملايين يلي بده يتحدى هي الحارة من هدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. لم يعد أهل حارة الضبيع على قلب رجل واحد، لقد انتهى منذ زمن مسلسلهم الدرامي الطويل بأجزائه الخمسة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، ثم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم أخيرا أمام صراع حقيقي في بلادهم، وبات على كل منهم أن يحدد إزاءه موقفا واضحا لا علاقة له بالفن. أهو الجزء السادس من مسلسل باب الحارة، إذن هذا الذي يشهده الجمهور العربي الآن، وقد اضطر فيه أبطال الدراما السورية أو أكثريتهم على الأقل إلى خلع أردية التمثيل والظهور بما تقتضي مبادئهم أو مخاوفهم وربما مصالحهم وحساباتهم الشخصية. في الجواب يتضح أن المنعطف الذي تفرق الممثلون السوريون عنده شيعا هو ذاك المتعلق بدخول دبابات الجيش السوري إلى مدينة درعا. هنا تجرأ 160 فنانا على إصدار نداء يدعو إلى فتح الطريق أمام معونات غذائية أهمها الحليب للأطفال والنساء وعموم السكان المدنيين المحاصرين، فكان أن انهالت عليهم من بعد تهم تقترب أو تكاد من التخوين. منى واصف سيدة الدراما السورية وأبرز الموقعين على بيان الحليب كما سماه فنانو الموالاة هازئين، ظهرت في الواقع بما لا يختلف جوهريا عما كانت عليه في الدراما. هي هنا كما كانت هناك، أم جوزيف المنحازة إلى الناس ضد الظلم أيا كان مصدره. اسمعوا لا انت ويا والمسيح والعذراء يلي بده يمد ايده علي لحتى يفتشني قلب معلين خلايا كلها. مثال اخر هو ابو عصام الذي اختفى من الحارة مبكرا بسبب خلاف مع المخرج وساد الظن بانه مات. أبو عصام أو عباس النور يعود واقعيا ليتحدث بلغة حمالة أوجه ومن دون أن يعرف أحد تماما الدور الذي سيطلع به ربما في الجزء السادس. يعني حتى الآن إذا ما أدري يشوفوا بيحكوا مثلا على ما سمي إرهاب بدرعا، إرهاب غزة وينه؟ إرهاب غزة يعادل الحرب العالمية الثانية يا سيدي. شو هيك هذا الرصاص المسكوب اللي حصل اللي راح فيه آلاف مؤلفة من الناس ولا حدا فتح تمه. وهكذا ففي مواجهة موقف أم جوزيف وسواها من الموقعين على نداء نصرة درعا تعالت أصوات زملائها وبعضهم أيضا من أبطال مسلسل باب الحارة لينددوا ويتهموا. لا بل إن ثلة من شركات الإنتاج التلفزيوني دعت إلى سحب وسام الاستحقاق الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد قلده للسيدة واصف عرفانا بدورها الريادي في نهوض الدراما السورية. الفنان بطبيعته حساس، فلما بيشوف مناظر هيك حتى لو على القنوات المغرضة بيقوم بيتأثر يعني، وبيرجع بيشوف مشاهد تاني لشهداء من الجيش والأمن كمان بيتأثر، فبتختلط عليه المواقف، فممكن يتورط بخطأ مثل اللي صار بالبيان أو يتورط بنداء مثلا لأنه هو انفعالي. هذا ما نوع عبسي، هذا ما نوع شيء عفوي، هذا ما نوع شيء بسيط عم بيصير. هذا كلام، هذا شيء منهجي ومدروس ويرتب له، معمول بطريقة هذه نقل الصورة المروعة للآخرين. الحملة المضادة هذه أدت أوليا إلى تراجع بعض الموقعين على النداء في حين تمسك بعضهم الآخر بموقفه، غير أنها وربما هذا هو الأهم كشفت أمام المشاهدين العرب عمق الفجوة بين الدراما التلفزيونية والواقع المعاش، وعرت أبطالهم المتخيلين من كل بطولة افتراضية لتعيد تقديمهم كما لم يتخيلهم أحد من المعجبين بهم. أبدا مو ناقصنا شيء، أبدا. الله وكيلك يا أبي، مو ناقصنا إلا شوية كرامة بس. هلا في ناس اللي عم يهاجمين علينا إنه الجيش يروح يحارب بإسرائيل، لا، الجيش مهمته سلامة الوطن في الداخل وعلى الحدود، مهمته السلم الأهلي، مهمته ينتشر بكل شوارع سوريا ليحافظ على السلم الأهلي بسوريا. هي مهمة الجيش. هلا والله، حي الله، اي والله. اما الممثلون الذين قدمتهم الدراما كنماذج مناقضة لمقولتها الثورية فغالبا ما احتفظوا في الواقع بصورتهم تلك دون ما تغيير جوهري. يا جماعة لا تشغلوا بالكم، هذا الاحباش التحرير،
وطبعا وجد المشاهدون العرب من يقول عن الذي يحدث عكس الذي يقوله هؤلاء داخل سوريا وخارجها، بل في عطر دار فنها وبصوت من اهم اصوات الحرية فيها. اخ ويا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، اطفال بعمر الورد تعتقلن كيف، زخ رصاص على الناس.